السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده كنز، شهادات مجانية، كل عليك ان انت تذاكر الكورس وتجاوب على الأسئلة وتاخد شهادة مجانية. في حاجات تبع الجيت هاب، تمام؟ جيت هاب ده موقع بتقدر ان انت تبرمج اوبن سورس، وتقدر ان انت تحط الكود بتاعك وتشاركه مع الآخرين. الموقع ده اصلا معمول على الجيت هاب، الاو سي اي، الماشين ليرنينج وسبايثون. كل عليك هتدوس هنا على اللينك، هيبدأ يفتح لك الصفحة تقدر ان انت تتعلم منها ببلاش، تمام؟ يعني ده مثلا الجيت لاب، هو تعمل لك كورسات كتيرة جدا، حاجات خاصة بالاي اي، حاجات خاصة بالماشين ليرنينج. مجرد ان انت هتدوس هنا هيفتح لك كورس، تبدأ ان انت تكمل الكورس عشان تعرف تاخد سيرتيفيكيشن في الاخر، تمام؟ بس لازم تعمل ساين ان في الاول. دي الكورسات اهيت، فما بقاش عندك حجة خالص. في ليرنينج ويز بايثون، في حاجات خاصة بالسيكوريتي، حاجات خاصة بالجوجل كلاود، بالهواوي نتورك، حاجات خاصة بالسيكوريتي. طبعا انت لو خلصت ركزت على جزء مثلا سكيورتي وخدت منه شوية الشهادات دول، يعني ان شاء الله تشتغل في شركة كويسة جدا بمرتب كويس محترم. الناس خاصة بإدارة المشاريع في كذا كورس موجودة، هو تقدر انت تبدأ فيهم. الحاجات الخاصة بالماركتينج هسيب لكم الرابط وتوكلوا على الله.